بسم الله الرحمن الرحيم، رحب فيكم بمركز إكسبو الشارقة. اليوم الإعلان الرسمي عن معرض الإمارات للعطور وللعود، وهذا المعرض الجديد سوف يكون من تاريخ 6 أكتوبر ل 14 أكتوبر. طبعا في 9 أيام بيكون في أكثر من 100 شركة مشاركين معنا في هذا الحدث المهم، وتنظيم من مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة التجارة وصناعة الشارقة. وهذا المعرض طبعا بيكون لمحبي العطور والعود وأيضا للتجار، ونتمنى زيارتكم لهذا الحدث المهم، وشكرا.